احنا عندنا ملفات متعدده نتكلم مع حضرتك فيها، كل عنوان منهم على حده عايز له يجي حلقه، يعني يكفي التفصيل ان هواند اتكلمت فيها واثرت اكيد انا ما رضيتش اقول الاسامي. هنعرف خشي بقى بالاسامي كده. طيب خلينا نبدا فعلا بالنقطه دي كابتن فتحي، وحضرتك كنت سبب في اكتشاف يعني اسماء لمعت بشكل كبير جدا في النادي الاهلي، يمكن منهم كابتن محمود الخطيب، صح كده؟ خلينا نعرف بقى الكواليس اكتر. طب تسمحوا لي برضو في الاول يعني لمحه، انا يعني اتشرف ان انا اكون ابن من ابناء النادي الاهلي، واتشرف ان اكون عضو فاعل كان ليا دور في ولا زال في النادي الاهلي. النادي الاهلي حاجه يعني بسعد وبتشرف بيها، واللي يثبت لنا النهارده الخبر اللي انتوا قلتوه صبح على الاستاذ العامري فاروق، دلاله على ان النادي الاهلي في الانتخابات نادي مؤسسي، نادي قانوني، نادي يعرف الأصول، نادي يعرف الصح، نادي يعرف المبادئ، نادي يعرف كل شيء ما هو بالقانون. وقد كانت صحيح الهفوة اللي حصلت بأن هو بعد عن يعني مجلس الدارة، أنه ما يحضرش مجلس الدارة، طبعا هو بقلبه كان جوه مجلس الدارة وهو مع كل المجموعة ومعانا وكل حاجة، هي اتأخرت مثلا شهر ولا حاجة، بس لا يصح إلا الصحيح في نهاية المطاف. لكن ده اختبار لمؤسسة الأهلي إن إزاي تتصرف في مثل هذه المواقف ودعم أبناء، فده نجاح لمجلس إدارة النادي الأهلي. طب فأنا بهني النادي الأهلي، مش بهني العامر فاروق، بهني النادي الأهلي بمبادئه، بأسلوبه، بحضرته، بالأسلوب اللي هو عمله، بالطريق اللي هو عمله، إن هو إزاي يرجع الحق لأصحابه. صحيح. وفعلا لولا الحق دي بتبين لنا من اول السنه كده من 2022 ان احنا بنشتغل على ميه بيضاء. حلو ده كالعاده. طيب خلينا بقى نخش للتفاصيل، وانا ذكرت اسم كابتن خطيب، فخلينا نعرف بقى. يعني انا هقول حاجه، يعني نقول 55 سنه في النادي الاهلي من يوم الاصابه، قبلها كمان 5 سنين، يعني نقول 60 سنه كتير للنادي الاهلي. يعني انا كنت في النادي الاهلي وانا عندي سنه. اكيد ربنا يديك الصحه. لا قصة طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الناس اللي هي يعني ما في حاجات كتير لا زالت ما تعرفتش عن محمود الخطيب، فرصة نعرفهم للمشاهدين. فهو يعني لغاية دلوقتي أنا طبعا مش الخطيب، هناخده نموذج من مجموعة الكواكب والنجوم طبعاً اللي قدمتها للنادي الاهلي، كابتن مصطفى عبده وغيرهم كتير، وكل مجموعه ويعني مجموعه يعني لا يعني بالعشرات، مش بالواحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، لكن هو ناخده كنموذج لنا، وهو نموذج لهم، وهو ممثل لهم بصفه ان هو دلوقتي رئيس النادي الاهلي. طيب محمود الخطيب كنا في الثانويه الرياضيه، وكنت انا رئيس قسم الكوره في الثانويه الرياضيه، وبنعمل اختبارات للاعيبه، كان زمان الثانويه الرياضيه دي الحقيقيه اللي هي بعد الاعداديه، يقعدوا 3 سنين يدرسوا ويتدربوا ويتعلموا وكل حاجه، بس يكونوا مميزين رياضيا. فطبعا بنختار في العدد ده كله كل سنه بنختار 18 واحد، و18 واحد دولت هم يبقوا فصل واحد في المدرسه، فال 18 دول بس المتفوقين رياضيا. لا كلهم، لا ده هي ما انا في كره سله وفي كره طايره وفي مثلا جمباز، في كل جميع الرياضات المتفوقين فعلا متميزين، كل ابطال. فهو كنا بنعمل له دايره زي الترابيزه الموجوده دي، وكل واحد بيبقى كنترول بالكره بتاعته في الهواء لك دقيقه، وتعد لنفسك عشان يبقى اختبار موضوعي، تعد لنفسك انت كام عده جبتها، واحد جاب 10 في الدقيقه، واحد جاب 20، واحد الكره تقع منه يروح يجيبها ويجي، ما هو لما يروح يجيبها ويجي هيضيع وقت طبعا، يبقى عدد هيقل اكيد. هو الكره ما نزلتش من عند كتافه، ما شاء الله، من دماغه لكتافه ما نزلتش الكره بالوضع ده. فبالتالي هو كان عنده كام سنه كابتن فتحي؟ كان في الوقت ده عنده 15 سنه. فانا اول ما شفت كده قلت له تعالى اقعد هنا خلاص. ده من حسن حظنا كلنا ان حضرتك عملت كده. يعني فهو بعد شويه وكملت بقى الاختبار للمجموعه اللي بينا اللي كانوا بيشتغلوا كل 4 مع بعض. فهم بقى 3 اللي بيشتغلوا، فكل شويه يقول لي اقوم، اقول له لا خليك بس شوف دول عشان نركز على 3. ده خلاص انتهى. مش انتهى ان هو
جايب واسطه ولا جايب مش عارف زي لا جايب ده مهارات. هو جاي اصل اصعب حاجه ما انت بتحلل بقى طبعا. ضرب الكره بالراس دي من المهارات الصعبه لانها عايزه احساس الدماغ بالجلد الدماغ العين المفتوحه لمسه الكوره كل دي مركبه جدا ازاي الرقبه تشتغل ازاي هنا تشتغل مساحه تشتغل محدود بمساحه انه ما يتحركش فدي صعبه جدا صعب المدرب يعلم يعني مهاره ضرب كره الراس من المهارات الصعبه زي مهارات التسديد بالظبط فهو خلاص عمل حاجه صعبه يعني عشان نقعد نعلمها له الكلام ده تم والباقيين ليه ما بيعملوش الكلام ده اذا هم ما فيش قعد يتنقل بعد كده يجي الاختبار اللي بعديه كان هم 5 اختبارات ده قعد يجي اقول له قوم يا كابتن اقول له خليك قاعد اكمل بقى انت مفروغ منك انت مفروغ منك ما انا مش هقول له فاللي جنبه بيقول له وانت ما عندكش واسطه قال له لا قال له لا ده بتاع النادي الاهلي ده هو لو حد من النادي الاهلي يكلمه قال له انا لا ما عنديش ده بيقولوا على مين بيقولوا عليا انا بقى انا سامعهم بيكلموا بيدوروا له على واسطه عشان يقعدوه برضه جنب كابتن خطيب بيقول له طب انت يعني ما قال له ده قال له ما جبتش حد قال له انا ما جبتش حد فراح جاي للتاني قال لي بيقول له قوم قلت له لا فالتاني سامعه انا بقى رامي ودني معاه فبيقول له مش انا قلت لك مش هتقوم فعلا لغايه اخر الاختبارات وبعدين راح جاي مخلص وخلصنا الاختبارات وطلعنا بنكتب الورقه بالاسماء اللي نجحوا النهارده على اساس يروحوا بعد كده يكملوا اوراقهم والحاجات دي فاحنا قاعدين في المكتب لقيت واحد بيخبط عليا على الباب واحنا قاعدين مدربين بيقول يا كابتن اسمع انا لقيت اسم مكتوب بره وانتوا بتقولوا اسماء الناجحين قلت له طب خلاص فيها صعبه دي ولا ايه؟ مش دولت اسماء الناجحين اللي عليهم استكمال اوراق قال لي طب بس انا ما كملتش الاختبارات قلت له اختبارات ايه؟ انت مش محتاج قلت له انت مش عملت ضرب الكره بالراس كذا كذا قال لي والباقي ما عملتوش قلت له معلش خلاص قال لي بس اسم موجود قلت له مش اسمك محمود ابراهيم ابراهيم عبد الرازق الخطيب 1930/10/1954 مش ده هو اسمك تاريخ ميلادك؟ قال لي قلت له خلاص يبقى انت اللي نجحت فهو مشي هو فاهم العكس ان هو ما كملش الاختبارات ان هو مش كويس فاكر دلوقتي المساقطين قلت له لا ناجحين فالمهم راح وجي بعد كده اختبر وكملنا معاه بقى في الثانويه الرياضيه كان معانا بقى في الثانويه الرياضيه في الفتره دي كان زيزو كان في اكرامي كان في مصطفى عبده كان في من الزمالك كان في فاروق جعفر كان في الخواجه كان في غنم سلطان اسامي كبيره جدا يعني كل الاسماء دي فلقيته بنلعب بقى نروح احنا خميس وجمعه اللعيبه بتروح بيوتها وتلعب في النادي وترجع تاني في الثانويه الرياضيه فيها اقامه كامله طول اليوم تدريب الصبح ثم دراسه ثم التدريبات الحاجات اللي بعد ده فكان وقتها الحرب الكلام ده في سنه 70 طبعا ما كانش فيه كوره وكانت الكوره بس المنتخب الشباب والناشئين اللي هم موجودين دول فالجرايد بتكتب وسجل اهداف الاهلي فلان وسجل اهداف الزمالك فلان فطبعا سجل اهداف الاسماعيلي مثلا اسامه خليل هو مش مكتوب بيلعب في نادي النصر ما حدش كاتب عنه حاجه فبدا الشباب الغيره اللي هي من جوه الغيره السليمه في غيره فاسده صحيه وفي غيره غير صحيه فبدا هو يعني يتضايق هو في نادي النصر هو احسن منهم كلهم انا نفسي اخده الاهلي بس عايزه يجي من داخله ان هو بحب النادي الاهلي مش زي دلوقتي العقود بتيجي الفلوس اللي يدفع اكتر يجي طبعا هنا اللي يعني الدولار او الجنيه او الحاجه دي هو الفيصل في ان نادي لاعب يروح في حته بغض الا يعني ما ندر يعني لكن هو هو فوجئت بيه ان هو نفسه اتفضل محمود الخطيب بيقول يا كابتن انا عايز اروح النادي الاهلي فانا فرحت انت مستني الجمله دي ايوه انا عايزها تيجي منه ما هو ممكن يروح يقول الزمالك ده حلم اي حد يعني ايوه بس انا مش عايز اجيب حد النادي الاهلي ما هو يروح الزمالك ما يروح اي نادي تاني ما يروح اسماعيلي فكره ان يبقى عنده انتماء او محبه للنادي بعيد اسماعيلي كان اياميها كمان بطوله افريقيا واخدها اللي هي اول بطوله لسنه 70 الانجبير
فاذا كان ممكن تطلعاته تروح في الحتت دي طبعا. فانا عايز هو اللي تيجي منه يعني. فمليوم ده حسيت فعلا البني ادم ده فعلا ده النادي الاهلي اللي احنا شايفينه دلوقتي في محمود الخطيب. هي الكلمه دي اللي قالها لي يوميها ان انا جاي، ما مش قال لي هيدفعوا لي كام، اصل النادي التاني هيدفع لي اكتر طبعا. النادي التاني هيديني ايه، النادي التاني هيلعبني، ده جاي بيقول لي انا عايز النادي الاهلي. قلت له روح النادي الاهلي. قلت له تعرف تروح؟ فقال لي اه في لعيبه هنا من النادي الاهلي هيروح، هروح معاهم. قلت له خلاص يبقى روح معاهم، صغير بقى. قلت له روح معاهم هيختبروك هناك، ولو لقوك كويس اكيد هياخدوك. فقال لي طب خلاص. المهم راح على هناك وانا بقى فرحان وقاعد بقى مستنيه فين، في النادي الاهلي. طب شويه ولقيت واحد اسمه الله يرحمه حنبله جاي بيقول له كابتن في واحد جاي من السنوره الرياضيه. قلت له مين؟ قال لي بيقول اسمه قلت له ايه يا ابني اسمه ايه؟ قال لي اسمه قعد يكون اسمه عايز اقوله، عايز هو يعني انا يكون حد تاني قول الاسم. فقال لي اللي بيخطئ، قلت له الخطيب. قال لي ايوه هو ده. فجالي قلت له هات فانيلا نمرة 10 واديها له. يا حضرتك اللي اخترت كمان من يوميها. ليه؟ هو انت عارف هو اخواته 10 تمام، فهو معتز بيهم. كنت تعرف النقطه دي من قبل؟ انا اعرفها بقى في المدرسه لما هو كان في الثانويه الرياضيه، فدي من الحاجات دي بندرسها وبنبقى عارفينها وكده. فقلت له طب هات الفانيلا وده. فجاه قال لي ايوه كابتن سلم علي هختبر فيه. قلت له يا ابني تختبر ايه؟ تعال بقى انا اقول لك، انت جيت برجلك هنا. قال لي اه. قلت له انك انت بتحب النادي الاهلي، فانا عشان انت بتحب النادي الاهلي عايز اطلع دي من جواك. يعني ان انت اللي تقول هذا الكلام طبعا. مش ان انا اللي اكبرك واقول لك ده النادي الاهلي هنعمل لك وهنعمل لك وهنعمل لك. فالحقيقه جه وخد الفانيلا ومن يوميها لبس فانيلا نمرة 10 طبعا، ولعب في النادي الاهلي وبقى تاريخ مع الرقم ده وبقى موجود في النادي الاهلي. ده كلام محترم جدا.